أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إكرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوعد نية صلى الله على محمد سيد مرية والأصفياء من إطرته أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنعام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكون فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا وتناسلوا تكسروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولبسك وقال النكاح من سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. अब हम सीगा निकाह जारी करेंगे, पहले बच्ची की तरफ से और फिर उसके जवाब में बच्चे की तरफ से होगा। अनकह तो मुवक्किलती मुवक्किली अलल मअरिल मालूम कबिल तुन निकाह ले मुवक्किली अलल मअरिल मालूम अनकह तो मुवक्किली موکلتی علی المعر المعلوم قبلت النکاح لموکلی علی المعر المعلوم انکحت موکلتی من موکلی علی المعر المعلوم قبلت النکاح لموکلی علی المعر المعلوم انکحت موکلتی وکالت ایمان زینب موکلی علی المعر المعلوم قبلت النکاح لموکلی علی المعر المعلوم انکحت موکلتی وکالت ایمان زینب عنها و عن ابیها موکلی علی المعر المعلوم قبلت التزویج لموکلی علی المعر المعلوم زوجت موکلی موکلتی علی المعر المعلوم قبلت التزویج لے موکلی یاور مرتضی خواجہ علی المعر المعلوم زوجتو موکلتی من موکلی علی المعر المعلوم قبلتو تزویج لے موکلی علی المعر المعلوم زوجتو موکلتی بے موکلی علی المعر المعلوم قبلت التزویج لموکلی علی المعر المعلوم انکحت وزوجت موکلتی موکلی علی المعر المعلوم قبلت النکاح لموکلی والتزویج لموکلی علی المعر المعلوم صلوات اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت أحلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة معصومين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يغشى ومن علم لا ينفع من صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع اللهم إني أسألك اليسر بعد الأسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة اللهم أبنا من نعمتك ومنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشيا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.